الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نضو عضو له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مساوي له ولا مقابل له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحدة السبحان ووحدة الرحمن ووحدة الإعلان ووحدة الإتقان ووحدة الإتقان ووحدة القرآن بعزة الرحمن ثم نشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود ولا مسجود إلا هو ولا مانع ولا معطي إلا هو ولا نافع ولا ضار إلا هو ولا كاشف الضر والبلاء ولا مجيب السؤال والدعاء إلا هو ولا ناصر ولا نصير ولا قادر ولا قدير إلا هو ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوثق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيقنا خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الخلائق سيد الأولين والآخرين أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على محمد المصطفى والمرتقى والمجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جز ونزو عظم له ولا جذب وصف عيب تاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخضرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أنور أجمل أكمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي قال ومن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.